الشأن التربوي، حيث لا يزال حوالي 70 تلميذا ناجحا في شهادتي التعليم الابتدائي يعانون من عدم تسوية وضعيتهم، لا تسجيل ولا دراسة، وهذا بسبب إلحاقهم على الالتحاق بمتوسطة غير تابعة لمقاطعتهم. التفاصيل مع هاجر زليلف. الساعة 7 صباحا، تلاميذ متوسطة علي عمران التحقوا بمقاعد الدراسة في أجواء عادية، لكن أكثر من 70 تلميذ ناجح في شهادة التعليم الابتدائي وجدوا أنفسهم بين مطرقة الطرد وسندان التأخر في الدروس. سد احنا ما سد مدنا ورقة قالوا لنا عمروها، سد عمرناها نقراو هنا، كي جينا قالوا لنا ما تقراوش. شكون اليوم عندنا 15 يوم حنا نجو قال لنا ما تقراوش. علي غلطه فما قال لك باللي ادوهم علي عمران، طولوا خرجوهم نهار اول النهار طولوهم لا ليست، انتم 72 واحد وحطوا في علي عمران. الاكتظاظ في أقسام متوسطة من جهة لا يسمح باستقبال هؤلاء، والأولياء جزء من الفوضى التي تعرفها هذه المؤسسة، فهؤلاء إداريا لا يسجلون بمتوسطة علي عمران على حد تعبير المدير المكلف. فيما يخص هاد الاولياء لهم يطالبوا باش اولادهم يدخلوا يقراوا هنا، هو الخطا يرجع للاولياء، لان هاد المؤسسات اللي جاوا منها هاد التلاميذ 72 تلميذ هذا في الالحاق مش تبع لمؤسسه علي عمران، هما راحوا يقراوا اولادهم يعني يقطعوا طريق مده 5 سنوات، اليوم كي بعثوهم المؤسسه المجاوره يغرطه رفضوا باش يروحوا، قال لك نجيو هنا. مع الاكتظاظ اللي موجود في هذه المؤسسه اللي هي تلحق تحت 52 تلميذ في القسم، احنا قلنا لهاد الاولياء قلنا لهم معليش مؤقتا خلوا ولادكم يقراوا باش ما تضيعوهمش، وحنا نعاودوا تغيير الخريطه التربويه. مشاكل القطاع ابت ان تنتهي، فرغم تاكيد الوزاره الوصيه على نجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، الا ان واقع بعض المؤسسات التربويه يخيم عليه جمله من التاخيرات.